السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم دائما تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم عنده علاقة بمجالس الأقسام اللي غادي تحسم في التوجيه ديال التلميذات والتلاميذ. إذن عنوان الفيديو هو موعد انعقاد مجالس الأقسام للحسم في توجيه التلميذات والتلاميذ. إذن الفيديو برعاية دائما قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قوم معي. إذن كما كنعرفوا بأن خدمة التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الثانوي برسم الموسم الدراسي الحالي قد انطلقت لفائدة التلميذات وتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي سلك الجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالوريا. إذن فوقاش غادي يتم التوجيه خلال الفترة الممتدة من 6 حتى 19 يونيو 2020. فين غادي يتم هذا التوجيه؟ غادي يتم عبر فضاء المتمدرس، يعني باستخدام الرابط التالي. تدخل الرابط وتسجل تما باستخدام الحساب ديالك ديال المسار وكلمة المرور الممنوحة لك من طرف مؤسستك التعليمية. فهم؟ إذا الآن سنتعرف على تاريخ انعقاد مجالس الأقسام للحسم في توجيه التلميذات والتلاميذ المعنيات والمعنيون بهذا التوجيه. قم معي. إذا هنا غادي نعرفوا الإجراءات الاستثنائية للتدبير الرقمي لمسطرة التوجيه المدرسي والمهني. إذا نشوفوا معايا هنايا كاينين واحد خمسة ديال النقط. النقطة الأولى قبل 6 يونيو 2020، يعني قبل من 6 في شهر 6، يجب تهيئة الحسابات الشخصية لجميع التلاميذ المعنيين وتمكينهم من رموز مسار وأقنانهم السرية. يعني أي واحد ما عندوش مسار ديالو وما عندوش الكود تصل بالإدارة، هي غادي تهيئ له حساب ديالو الشخصي قبل من 6 يونيو، يعني خصو يهيئ الحساب ديالو الشخصي قبل من 6 في شهر 6. النقطة الثانية هي ما بين 6 و 19 يونيو 2020. هنايا غادي يتم مولوج التلاميذ المعنيين إلى موقع متمدرس للتعبير عن رغباتهم الدراسية والتكوينية. إذا هذه هي المرحلة اللي غادي يتم فيها التوجيه. تدخلوا الحسابات ديالكم في مسار، ديروا الأقنان السرية ديالكم، وتما غادي تختاروا الرغبات ديالكم. إذا المرحلة الثالثة قبل 4 يوليو 2020، ستعمل المؤسسات التعليمية على مسك رغبات التلاميذ والتلميذات الذين لم يقوموا بهذه العملية في الأجل المحددة. مثلا الناس اللي ما توفقوش أنهم يديروا التوجيه ديالهم في هذه الفترة هذه، غادي تعمل المؤسسات على مسك رغبات هاد التلاميذ اللي ما توفقوش أنهم يديروا التوجيه ديالهم في هذه الفترة. بالنسبة للمرحلة الرابعة من 9 ل 11 يوليو 2020، انعقاد لجان الاختيار الأولي للنظر في اختيارات التلاميذ ذات المقاعد المحدودة وفق المعايير المعتمدة. كيف؟ مثلا في المؤسسات، مثلا كاين بعض التخصصات اللي كيكون عدد التلاميذ المطلوب، مثلا بعض التخصصات كيكون عدد التلاميذ المطلوب قليل، يعني مقاعد محدوده. شنو كيديروا؟ كتعقد واحد اللجان ديال الاختيار الاولي، كيشوفوا داك الاختيار ديال التلاميذ، كيشوفوا بعدا التلاميذ المتفوقون، ديروهم بعدا في داك المقاعد. من بعد عاد كيتم تحليل داك الاختيارات من طرف هاد اللجان. المرحلة الأخيرة وهي من 14 ل 18 يوليو 2020 هي انعقاد مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه للحسم في اختيارات التلاميذ. إذن مجالس الأقسام فوقاش غادي تتم؟ تم تخصيص الفترة الممتدة ما بين 14 و 18 يوليو 2020، يعني من 14 ل 18 في شهر 7 ما غادي تنعقد هذه المجالس. هذه غادي تكون خاصه بالتوجيه. داك الساعات غادي تحسم في داك التوجيه ديال التلاميذ. هذا شنو عطاوه علمي، هذا عطاوه ادبي، هذا عطاوه تكنولوجيا، هذا عطاوه علوم رياضيه، هذا عطاوه علوم تجريبيه الى غير ذلك. اذا في هذه الفتره الممتده من 14 ل 18 غادي يتم الحسم في هذا التوجيه بالنسبه للتلاميذ. إذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنشكركم على المتابعة، ودائما كنصحكم بالنسبة للتوجيه تبعوا الميولات ديالكم الشخصية والقدرات المعرفية، وإن شاء الله بإذن الله ما يكون غير الخير. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.